الخير لكم، أسلمتكم معنا، جد مسرور بلقائكم ككل يوم على قناة نيوميديا في حلقة واحدة أخرى وجديدة بالنسبة للدولة خلي، مغامرة أخرى وقصة أخرى، مغامرة مدتها مش حياة وإنما ممكن تكون منعرجة حياة، وإنما مدتها أقل من 45 دقيقة وفقط. 22 علبة أمام 22 كونديدا اللي هم الآخرين، واحد فيهم ما يعرفش داخل العلبة تاعهم، وحوار ساخن مبما في بعض الأحيان يمكن يكون وربما العكس مع بنكي اللي هو الآخر يعرف وش كان داخل العلبة تاعك ويقترح عليك من خلال 6 مكالمات هاتفية أو 7 أو أكثر منها ممكن بلك يبدل لك تمك العروض تاعك اللي ممكن تاخذها في أي وقت من الأوقات. باش تفهموا مليح، اليوم هدفنا أن ككل يوم تحصلوا على حصة هائلة ممتازة فيها فلوس، البنكي هو الخصم تاعكم من هنا إلى غاية نهاية الحصة، ومن بعد سيبو نستقبلوا ككل بداية حصة قانوننا وعرفنا الوافد الجديد لرومبراسا صديقنا النحية أحمد ميدو من بلاد بومرداس اللي مالوريزمون ما داش مبلغ كبير وإنما كان شارك معنا كان سيمباتيك، ونستقبلوا السيد نجم الدين رقم 21. مساء الخير سي نجم الدين. مساء الخير. وشاك نجم الدين. صافا لاباس؟ الحمد لله. لاباس دون إطالة دون شك وباينة بلا ما نطرح السؤال، يحب يقول أستاذنا يخدم في المطافئ. أنا بيضاك. الماء المدني. الماء المدني. مرحبا بك صديقي. نجم الدين من أين؟ من ولاية قسنطينة. قسنطينة؟ أي مرحبا بك أسلام. وعندك واحد آخر قسنطيني هنا معك. وراو. محمد محمد. أو ليك مورينيو خو. برونزينا. جاري جاري شغل لومام. جارك ثاني. الله تروحوا كيف كيف شو كيف كيف. بلاك سيد الدرام كيف كيف. الله يبارك سبحان الله. والحقني هاي والله سبحان الله ولا عيت قال لي رواه ولا عيت قال لي ها يا طريبي راح مرحبا بك وديك تديك لا ميم شوز تاعك زيد عيط صحابك الكورديناتور شوف معاه ودير ستوب تبع بيت يا طرش كاي العماله بالك الكوتش ستوب ايوه اها زهر الدين صديقي زهر الدين العماله العالي اها الثقافه انا عماه واللي ما يعرف يتبعها زهر الدين شارف 25 سنة من الجزائر العاصمة، يشتغل أمين مخزن بشركة AMC لصنع الحقن. زهر الدين ما يسمع موسيقى ما يشجع كرة القدم بس صحراه حي بزور قارات آسيا. البنكي يسميه الانتيليجون، إذا ربح معنا اليوم رايح يدير مشروع مؤسسة مصغرة خاص به. بالتوفيق يا زهرو. صديقي زهر الدين شارف 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 امين مخزن شنو هذه امين مخزن اه داكور سمح بي قول معليش شاف ماكازان داكور صافي دي دوك ستوك تبع كلش نعم اللي يدخل واللي يخرج ماتيريال بريمير برودوي فيني مؤسسه تاع واش AMC وسي كوا هذه AMC AMC تاع سيروم تاع السيروم اه داكور اوكي دونك ستوكي و توسكي مع علاقه بالسيروم اوكي سا مارش صديقنا معرس وبيتنا حبينا نزو اسيا كاريمو قال وين حك عبد الله لازي اه قارات اسيا من الطرف للطرف اه كامل. منين ازي كامل المهم في اسيا هاني معاك اه خلاص اندونيسيا معني اسيا مليحه 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 دلي هكذا مليحه مليحه اندونيسيا خليني نخمم لا صراحه نحب نروح اليابان لليابان اليابان اي شوف ما لا باقي لك عام ان شاء الله تروح للجو اولمبيك في طوكيو اه الروبله شوف نحكي لك خويا الله الله كل نص دقيقه يتبو يتزل زلزله صح مليحه صح بات والف صح مليحه وما عندهم حاجه هما والله باسكو لازم نعرفوا بلي توت لا لا بارتي هذه تاع اليابان عايشه سور نيل ونيل هذه جايه فوق ان فولكان دونك بالتالي من داكدا بصح هما عادي هما طوروا روحتهم سي نورمال هما ما يحطوا شي باتو في الباركينغ نعم هما عادي هما عادي ضرب 7 ومعك القصه تاع طريقه السيل مينوت يعجبك هما تو تايتي كونستريت تم بناء كلش حسب المنطقه اللي عايش نعم هذه باينه ومن بعد الولف ومن بعد ليتيود في المسيد للدراري الصغار باش ما يبانيكيوش ويتحل تجي تحيرك سيك بعيد شر هذا كي تكون زلزله هكذا زلزله شابه 5.3 جرحى نعم برك فوالا بصح بلدان واحد اخرين ما على باليش حضاره بلدان واحد اخرين ما نقولوش انت بدا بك تحصل على مبلغ محترم جدا دير فيها مشروع وتفتح مؤسسه مؤسسه فاش
كنت حاب نفتح من صغري كنت من صغري مازال على كنت حاب نفتح ايوا لوتيرا نبني كامل لي زانيمو اللي يكونوا برا قدام الحنان هذه طاح عليا هذا البارح واحد جاني قال لي نعاون الفقراء والمساكين نحب لي زانيمو نتايا نجيبهم تما نفتح لنصونيهم شوف صاري هذا شوف صاري نصونيهم لي راهو يشوف لي زيميسيون يكتب لك في ترونجي ويكتبوا له من تحت يقول لك مي سي با بوسيبل اي سون اكستراوردينير سي زالجيريان واحد الحنانه واحد الشيء ومصغريه صغري نحب هذا حب ندير هذا والله هذا هو المشروع هذا اللي حب ندير ان شاء الله اخويا تسمح بي تلم كل حاجه شويه شويه هذه بقره هذه تاع لبادي كذا هذه كذا شويه 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 جميع اللي يكون متشرده برا متشرده مهيونه نجيب من صوانيه سلام دوك كوبي لي ميسو تعيط لك بريجيت برضو تعيط لك الو خويا انت يوم لازم تجينا انت يوم كاش كيما انت مازال راك عندك دو زون برك بلاك تخدم وعندك على باز ان ديبلوم دو كونطابيليتي نعم على باز نعم على باز يا خويا واش نقول لك مرحبا بك يبارك فيك عندنا باطا دومين لما تلاقى بها ونعرف نلعبها معاك وتعرف تلعب نعم وعندنا سيدي بدون تاع صبيغه اللي هو ان شاء الله تانيك ما تلاقاش به ان شاء الله والما بالغ هما تاع البارح هما تاع اليوم نعم. وراح يكونوا هما تاع غدوه جوستومون ونبداو البارتيه تاع الدومين دوكا من الان نروح نجيب الدومين باش ما نفولش عليك بصح تجيب الدومين انا كومام وكابتن رضا تاعنا يلونسي زيكا نبداو من الان برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا 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 قبل ما نفتحوا قبل ما نفتحوا عطيني تراز تهضر مع الحاج طيب باسكو شتو اليوم وقت الماوش بيها هو مش اون فورم طيب صافا طيب دعوه بيان لاباس لاباس الحمد لله ماك شي دعوه راهي برشا برشا وانت قاعد هكذا واش ماك سباس مالك صارك والو يا اخي دعوه بيان لا لا الحمد لله لاباس سي بون مليح طيب لونسي ايبا رقم خمسه خمسه نبدأ بخالد نعم نبدأ بصديقنا خالد نمشيو بخمسة أول علبلة في سلسلة تاع ستة نمشيو بصديقي خالد أستاذ خالد اليوم راه وروخ وراه بالأحمر اليوم مش نقول لك صباح ناض ديجا حكاية خالد طلع البواطة نموت هناك يطلع البواطة دور دورها وطلع البواطة بدي بيه نشوف غير الكبة هذيك ما نشوفك شتا يوي وش عدنا سمعت سمعت وطويله لا طويله لا طويله لا يا على بات هاي رقم 11 مدام نصيره سبحان الله مدام نصيره مدام نصيره وي بلا مدام نصيره نقول لك حاجه مدام نصيره قريب رمضان وراح تخدم صبيغه في الكوجينه وعندها بدون صبيغه هيا مدام هيا مدام بسم الله تكون صغيره ايوه هيبا هيا ارفض شو ميسرات هذه لبالك سي جاي يلعب دي ولا خليه يلعب بارتي دومينو ومان طون ومان طون يلعب دومين صعب دوبل سيز وراه ما كاش دير دوبل سانك راح السانك هاي راح ايوا اروح 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 رقم 14 سيكات رقم 14 محمد 14 محمد الكابتن تاعنا سنفور مورينيو اعطيني باتا دومين We'll be right back.
بون الى زعما حسيتوا بلي فقع فيها زلزال موسيقي ما تمشيوش تيلي كومون تاعكم. عندنا هنا واحد هنا ويا واحد يموت يخرج كان هنا كان هنا كنا نسمعوا فيها لانستون. شكون شور كينغ راح ولا مول كينغ؟ قتلو خويا شبيه بعقلك السيد حيغلق علينا. نروح نزيدو حجره نزيدو بواطه رقم 8 نروح 8 نعم فتلي تلفتها لي عبد قادر. وي عبد قادر حنغلق عليها ديني بوده دومين صح نشوفها قبل شوفها ايه سبحان الله. تحب تشوفها انت ولا تحب تعطيها خالد وشعره وشوفوها كيما حبيت كيما حب خويا. شوفها خويا هاي تريس ها تريس دوز تريس دوز والله راك تريس تريس مالا تشوف هاي حبيبي ها ايبا هيا بابا الشيخ من بغاسي في ربي هيا بابا الشيخ سكوزا كالتناوي هيا بابا الشيخ من بغاسي في ربي هيا بابا الشيخ سكوزا كالتناوي هيا بابا الشيخ من بغاسي في ربي هيا بابا الشيخ سكوزا كالتناوي شيو عند لاميا رقم 17 العلبة الرابعة الخامسة عفوا باقة بالأخيرة تيسات فضلي لاميا ما نلقاش عندك لا بينتور كاين ان شاء الله تفضلي اول بوم جانا في العلبه ما قبل الاخيره في سلسله تاع سته احفر 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 وبالتالي زيد لي وحده الاخر قبل لابال بدا بيا نغلق عليك قبل لابال اها اها لا رانا راح نحفر يوم كشفوا الكاش شوف لنا شوف لنا صار وكل هيا زيد وحده الثانيه راه رقم سته سته زكريا بيبي زكريا وش نقول لك باكي ليكوش حاجة صغيرة عشرين ألف زوج قاع غازوز أسيدي هاي إيوا هيلا 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 معلومة بتغيبان بيخدعوا فينا دومينو مخدوع هذا بيخدعوا فينا انا كاين دوبل دوز زوج خطرات مساء النور مخدوع دومينو لقينا زوج حجر تاع دوبل دوز تفضل يعيط لك هذا انتيك ناس ملاح هذا عيط لك ذكي نورمال هاي الهضرة هاي الهضرة قال لي عيط لي وشنو داكي يا خلاص قول له ملا 19 مليون في اول اتصال 190 الف دينار جزائري وانا الكلمة هذيك تاع البارح وانا بزاف توقف فيها في البارة وش داك ما نكملوش واش كان لازم تحجر فيهم دوبل توس قول لي تكمل حبيت تخدعنا دراع ولا كونسونتري مد بيت دراهم هذه سهلة تلاقاو في رمضان وندومنو تدي ولا تخلي خلي حاج بداية العصا نقول لكم اللي تم كان تربحوا نسمو ان شاء الله يكون كبير هذه ايامات لا يدعوك صعيبه بصح لازم بياسر نتكلوا على صديقنا اليوم زهر الدين يعرف يتفاوض مع البنك وان شاء الله المبلغ يكون لاباس بالتالي 66-03 صيحه وعشيه احنا عليها انا هديه نبدا 21 هذا اللي خرجك في القرعه فانتيا انا نحب هما دول النوفو كيجوا قول لي علاه نحب نحل العلبه تاعهم باش قاعد شافعين في شيء وراه صديقي البارح وراه جمال هاوليك جمال ديس باع شفيت عليه اطلع حاجه لاباس دوك اليوم حبيبي نجم الدين نفتح تفضل كيف انا جيت حتى لهنا باش تقول لي لا نفتح اشفاو عليه اشفاو عليه نجم الدين صاحب المطافع صاحب هو يطفي النار بصح اليوم صدقوني اشعلها
اشعلها تعالها على هذا شعلتها لا يعني يقول لك اشعلها على شفت شو هكذا انا شفت هكذا وتفتح تفهم على لا 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 شو شعلها 500 نقاط شافع لك طول حياتي انا رقم 2 2 ايوب هاي والله روحوا للدو عند صديقي ايوب هيا ايوب بلك إيه؟ ايوب بلك ايوب العافيه لا لا خلاص صاي ايوب صاي ايوب والفت خلاص ما انا والفت صاي من داك من داك شوف لينا احنا تاني ايوب دوك شعلت النار ليه انا هطفيها طفيها 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 بس بيغه هيا روح يابا ديس نعم جمال نعم. صاي قول جوزيفين سنانة حب الجوزيفين هذه جمال نعم افتح طاف جمال عنده واحد لي شومبرا كوشي خساره ما عرفتكش من قبل يا هاليا عنده واحد لي شومبرا كوشي هذوك اللي فيهم صفوريه هذوك ومنا طوري هذا هذوك الطوري نعم. يو يمو يعني وعند جمال افتح خويا افتح هلا على الله قال الله خلي على حيد جمال صحيت نعم شومبرا طيرز الرافع يعني 50 مليون شومبرا تقدر تكون طيرز الرافع تقدرش تكون حاجه واحده اخرى يا سلام يعني جاي اسمح لي بوطون تلف لي قال لك واش من سيروم انتم تخدموا مش بسيروم جلوكوز كيفاه جلوكوز مضيب باك علي باك كلش اي حاجه كونسيرني بالسيروم هذا قال لك ما نعرفهمش انا هذوما ايه انت تعرف كلش ها تاع الجلوكوز هذه والله خلاص خويا قال لك الجلوكوز ما نزيد له انا كي لحقت في الجلوكوز دونك بالتالي 19 اصبحت الان 240 الف دينار جزائري 24 مليون 24 مليون سنتيم تاع الربيع هذا سنتيم شحال عندك علب ماشي لصالحك شحال عندك شحال سته لا لا اكثر عندك سبعة سبعة وعندك ستة لصالحك صافا هاي لي إيكيليبري شوية مش بزاف بزاف وش هي بدون تصبيغة دومين وبطة تاع الدومين مازال هنا هاد الساعة خمو تدي ولا تخلي بارك الله فيه وحدة خلي نخلي خلي يا سيدي حل تدعو لك بعد نمشي الفاصل رقم 15 رقم 15 صديقي بوبكر بوبكر انا نقول لك حاجه بوبكر هدومه يلعب دوم هدومه يلعب دوم كاريتا 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 اش بالدوبل سيس مانيش حاب نشوف هم الدوبل بلان هما روح ولا دوبل بلان ان شاء الله ان شاء الله بوكولا اصبر عطر يا حياة عطر يا حياة كنا ملاح في دوبل بلا على بالك كنا ملاح في دوبل بلا صابونه كان جبت لنا دوبل بلا ما نقولوش لا لا كونتينر زيد وحده وراي حنا عندنا الجهه هذه لاحظت بلي فتحت منها اكثر من الجهه اليسرى
حاب يقول ثلاثه سته سبعه من علبهم هنا مقابل العدد الفرد ديالهم هنا العدد الزوجي اللي كانوا هنا. رقم 20 20 روميسا. نعم. غير تفتح ايوب افتح روميسا. انا كيف بلاصتك غير نفتح ايوب نفتح روميسا تفتح روميسا افتح ايوب روميسا. صديقنا المحضر حط للبنكي حط حاجه كبيره قدام 300 راحت حاجه صغيره ما نشوفش ابعد عشرين مليون زيد واحده زيد واحده دنا 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 دا 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 رقم ثلاثة ثلاثة عمارة عمارة يووو. عمارة لعب معنا البارح؟ ايه هذا كثير ما نسمعوش كاع نحس التليفون ما يجيش صافا عمارة لاباس اعطيني تروى ان شاء الله ترمع شوية دراهم ان شاء الله خويا شي واحد شوية كطوط مهبليني باش كي تفتح نتليكسيهم لك لا فهمتوا فهموني عاود شقام شقام عاود خير عاود خير لا رفعت ربحت دراهم كم الله قلت له لا ربحت دراهم تفتح المؤسسه هذه تاع التربيه هذه عندي واحد القطوط حبلوني الحوت اللي نجيبها يقرمشوها كوك الحوت القط يسرق الحوت نجيب له القطوط نجيبه عنده نجيب له 15 قط ان شاء الله يا اخي يحل هو مؤسسه يلمهم كامل يلم الافكار يلم القطوطه يلمهم كامل جيب اللي غابت لك جيبه والله داري الخير داري الخير حنا عماره اون اتوندون دير الخير انت دوكا ديال الخير انا قلت له وشنو نعاونو نجيبهم اخلاص صح ديال الخير زعما بواطك الله خير والله ايا صحيت عمر صحيت هذا ولا هذاك؟ صاحبنا زهر الدين قال لي عجبني الطفل هذاك قلت له شكون؟ عماره ولا زهر؟ قال لي زهر الدين كي يعجبك كيما دير الواجب راهي هنا مكتوب 25 ولا واش مكتوب عندك تا؟ والله بصح شوف اسمح لي هو في عمره 25 كوم صح ما عندوش يبان واحد الفايته 31 سنه اللي هكا والله يطول عمرك يطول عمرك قال لي شافي عمره قلت له 25 قلت له لا في شيء عندك قال لي لا خاطر انا بالعربيه كنت حاب نزيد وكذا قلت له كذا بيا قلت له يبان كبير قال لي شحال ويبان قلت له يبان 30 ها
هاي ما خلاص قولوا 30 مليون سنتيم، 300 ألف دينار جزائر، 300 ألف دينار جزائر. حليها تبنك بير ليها من داك بنك كوك تعرف تنقلوا سيكون كان عرفت يا أخويا سيكون دو قاع الله العظيم عندي كبير أنا كازع ما سقسى خالد شحال شكون؟ خالد كيش نحسبوا سنوات مع خالد؟ بالقمرية سنوات الهجرية القمرية القمرية لهيك خالد أوي بالكم صغير خالد حل قاع سنو أعطيني السنك خالد شحال في عمرك السن يعني هكذا ببري 30 سمعت؟ ما كي تشوفوا ما تقولش 67 ولا 68 الله نورمال 30 غاب نروحك باللحية دي وكم منه 30 عباك في مقتبل العمر أنت مازلك كتكوت صغير خليني نعود تفكر أنا يا ماتي تاع 30 يا راجل شوف انتظار ما نتفكرهم نمشي الفاصل بس كنت ضيقتها لي أعطيني عمرك 30 فاصل ونواصل مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني اللي حصلنا لها اليوم انا متواجدين حاليا بالعاصمه مع صديقنا زهر الدين شارف بيقولكش بوعلم شارف ما يقولكش من بعيد ولا لا معليش صديقنا نحييوه بوعلم شارف الكوتش تاعنا البنك لحد الان راهو متهلي كما لازم الحال بصديقنا زهر الدين اللي يخدم في مؤسسه وطنيه ولا خاصه خاصه بريفي ماشي تاع بريفي حاب نقول ماشي تاع الدوله ماشي تاع تبدا على 8 خلاص على 4 وتقدر ما تجيش كاع واحد ما يفيقلكش 8 4 اصلا 8 4 خويا ساعتو ما يفيقوا لكم كان ما تجيش تاع الدوله ما يخفيقلكش البنك فيه تواجد دائما بوطا دوميل لوبجي في تواجد في تونس بيغا دوزيام اوبجي راهو متهلي كيما الحامي صديقي زهر الدين عطالو عروض ماليه بدات ب 19 مليون ومن بعد 24 مليون واصبحت الان كالسن المستقبلي تاع زهر الدين اللي هو في عمره 25 قال لي بصح بالي 30 دونك نعطيه انا 30 مليون قيس 30 سنه وان شاء الله تزيد تطلع دوكا تفتح تتعلب وتسلك وسبحان الله تولي في عمرك 50 سنه بلا ما فقنا خرج شايب منا معليش كي تخلص لي ميسيون عاودوا لي جون عاودوا لي جون البنك يعرض عليك اذا 30 مليون سنتيم هل تدي ولا تخلي عرض البنك هل تدي ولا تخلي عرض البنك ب 30 مليون سنت تدي ولا تخلي شكرو بنكي ايوه خلي ونخلي خلي سيد حلو ثلاث علب شفت كيف هذوك شفت كيف انا مانيش حبل اللي سميتو انت الذكي كي خلاص الماتش يزيد يغلبك كونسونطري خطره ترانجي خطره ما يجيش خطرات ما يجيش خطرات كونسونطري 24 مليون 19 مليون لا 24 مليون لا و30 مليون لا دونك شحال بقى لنا نحلو اكزاكتومون 8 علب وحده هنا تسمى 7 مليح ها يفتح رقم 22 22 نروحو عند سيليا 22 تفضلي سيليا شنو اوبجي بدون سبيغا ان شاء الله نعم ان شاء الله بدون سبيغا ان شاء الله بطا دومين معليش 500 5000 نبيل البارح خبطنا بواحدة بياس مونتي بالنوقة من الطراز الرفيع من الطراز ها ما تخافش كان حبه ميفي ما تخافش والله سبحان الله وكنت خرج نوقة كيف نديرو كيف نديرو ما تخافش نورمال افتح خويا افتح بطا ميلفاي قلت لي بطا ميلفاي ولا حبه ميلفاي حبه ميلفاي شحال دير 5000 5000 ما شاء الله عندكم في البيع 5000 تتبيعوها ما نظنش لا شحال تبيعوها 6000 7000 صحيت افتح شو بطام قال لك واش كان 1000 ب 7000
نعم بواطا ميلفاي، هذه بواطا ميلفاي صح مليح. طيب كنت حاب انا نروح نطيب وطيب بالترازي قلنا بطا ميلفاي. شوف طيب نقولك حاجه، حبه ميلفاي شغله ويشرب قهوه راحت بطا ميلفاي ما تهدرش. تمام على زهر الدين البون كيف انتظارك يا خويا. عاود لحق لي الميساج عاود لي لا تمهل يا زهر الدين تمهل 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 قال لك تمهل البون كيف انتظارك البون كيف انتظارك حب يقول تبعتنا في الاشاره برك تخلينا هكذا توسوسنا غير يفوت يروح في كجاو يفوت فوت حاله مش تعجب يفوت قدام نروح عند صابرينا ليش انا نحب نروح عند صابرينا بطل زعما تقول نروح عند صابرينا زعما تقول لي ما ندوش صابرينا معليش نروح نمشي على صابرينا معليش عندي حاجه انا سفيان صايل حاجه انا خدمناها احنا دوكا تاع حط صابرينا لاباس بونسوار تهضر معاها برك ولا خذ راحتك ها خذ راحتي لاباس الحمد لله لا بواط مو ديرونج با ما خصك والو على حسابو نعم على حسابو على حسابك قالت لك الا ديرونجاتو نحوها شوف فينا شويه شوف 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 فينا افتحها صابرينا ولا صابرينا شوف شوف صابرينا صابرينا طيب يا طيب وش شوف وش تخلي صابرينا صابرين افتح افتح بلا عقل بلا عقل سلام يا سلام ما الكلمات راحوا لي صابرينا طلع الطيب كنت راه عبك كنت داخل كنت داخل في حيط شوف صابرينا شو شو صابرين شو الاناقه شو الرشاقه شو الرشاقه شو ببعث حيط بونك لا كنت داخل فيه بلاندي بلا ما كاش عباك يرفدوك فتت يلموك بالمغرفة باللقاط يرفدون او سلكت صح كتر خيره هو اللي قال لك روح كتر خيره قال لك البون كي ما تجيش غدوة طيب كاك تبيع قال لي لعبتوها لي قال انا تمتم كنت وجدت اوفر غير قال لي نروح نطيب وجدت سقمت روحي قال لي بعد لعبتوها لي رحت لصابرينا قال لي بدلت قال لي وكي بدلت وانا كي تغيب لي واش ندير صادمة لا 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 حبس قال لي مليح في 30 مليون انا لي لاباس 300 الف دينار جزائري عرض عليك كان عرض عليك 300 الف قال لي وقعت 300 الف او بالاحرار والان ينتظر ماذا مش راح تفتح وما يعرفش راح تفتح دونك انا بول مومون راهو حاضر كما قال لك طيب البنكي في انتظارك دونك او حابس خمم دوك 30 مليون مره ثانيه
قيل اخضر تفضل اول علبه في اخر سيزون. لا اول لا ثاني علبه لا اول علبه اول علبه هذه شي حبيبي غلاس يكتب قبل الوقت قبل ما تحل الشغل يكتب دخل وقت تفضل اخضر بون كوراج زهر الدين شكرا لكم. هالوينك وراهي 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 ما لازمش القيسة وراهي اللي ما لازمش القيسة. نعاودو نقولو عند رميسة بعد مرور الأيام والأسابيع نعم نعاودو نديرو طلة هايا نروحو لرقم 20 20 عند رميسة تفضل. بيان سور او زعف ايوب يقول كيفاه وانا بتجديد دد ورميسا كي شفتها شفتها كومبلي ماشي قال شويه ولا عرفتها كومبلي هاي راح صاحبي زيان هيا روح شوف يا زيان رانا قاعد نتبعو فيك ماشي تحسب زيان تالية هدية انا الله نتمنى له خير ان شاء الله امين تفضل زيان يا زيان يا زيان يا زيان زهر الدين شارك مبروك عليك من الان قبل ما نمر المرحله واحده اخرى قبل ما نرفد على السيد هذا قبل ما نرفد على البنك يقول لك مبروك عليك على اقل حاجه تديها معك نهار اليوم 10 ملايين سنتين ان شاء الله يولوا 30 ان شاء الله يولوا 100 وان شاء الله بالك يولوا مليار يا سيدي هيا هيا والله وارادي ايه والله غنلعب شباب اليوم اروح كل يوم زهر الدين قال لي قبيله تمشي قال لي انا كي تخلص لي ميسيون زعما نولي 50 ولا هكا قال لي صاي ما نديروها بخاطرو البنك يعرض عليك 52 مليون سنتيم
وعارض عليك 52 مليون سنتيم، وانت في العلبة تاعك بالك عندك 100 مليون ولا مليار، اي حكاية يا الوعرة. لا تشوف الحلقة تاعك تجوز وكان عرض عليك 52 مليون وانت عندك 10 ملايين، لازم تحسب بلادي تاعك. طيب ويضحك بالقلب فرحت طيب بالقلب من دوك يا اخي ايه ولا لا طيب وعرة هذاك وعرة تقعد في الدار هكذا انا في بلاصه نديها صفيه ها وماذا بك تجوز الحلقة هذيك، ماذا بك داركم ما يكونوش في الدار، ماذا بك واحد ما يشوفها طفي الكونتور، ماذا بك تعيط لا برودكسيون تقول لهم مام في الفيسبوك ما تحطوهاش خافتي الله يستركم. يا خد نوار التركي هي فيها ضحكة صح لا باسكو فيها بون نوفيل. انت اقل حاجة كنت قادر تديها في الميسيون تاعنا هي 10 ملايين سنتيم، دونك اقل حاجة اللي ممكن تديها دوك الان اصبحت 30 مليون سنتيم. اعرف تتفاوض في هذه هذا مكان
عارف تتفاوض في هذه باش ام بعدها تشوف لي ميسيون تاعك في الدار علاش مع لا فامي وتعرض صحابك وتعرض أو عرضة مرحبا بكم معنا في الدقائق والثواني الاخيره. نعم اللي ضيعتوا الحصه تاعنا نقول لك جوجنا ايميسيون شابه هايله مع صديقنا شارب زهر الدين من العاصمه اللي هو يخدم كم ماغازيني وبالاحرى كم عاون خو شاب مع شاب ديبو شاب ديبو فوالا صديقنا لحد الان مصنع تاع وبالاحرى ديبو تاع شركه خاصه يستوكيو فيها مشكي علاقه بالسيروم. البنكي تتعيط له الداكي اليوم هو راهو يتماشى معك كما لازم الحال. عطاك عروض ماليه منذ بدايه الحصه كانت لاباس، كانت بدات ب 19 مليون لغايه 24 30 مليون مرتين. نعم. ومنذ من هذاك لحقت الى 52 مليون سنتيم. نعم صح. نعم. والبنك الان بعد ما كانت الا عروض ماليه في اخر علبه يعرض عليك عرض التغيير. انت قاعد عرض عليك عرض التغيير، انت قلت تدي ولا تخلي؟ قلت لي نخلي. خلي. نعم. نخلي ونحن نمشيو الان عند صديقنا الطيب، صديقنا من 5 مليانه اللي قال لك يا اخي كي جيت عنده طليت عليه قال لك يا اخي غير روح زيد كمل صح، باسكو حاس بلي عنده قنبله. ورغم كل شيء البنك كان عارض عليك التغيير وانت قلت خلي واصل افتح شو. هل الحاج طيب صاحبنا عنده الحق ولا لا؟ لا حاج تاعنا صديقنا اقل حاجه نقول لك صديقي انه مبروك عليك انه اولا حتى تروحك في وضعيه هايله تتفاوض بين 30 مليون سنتيم و100 مليون. بصح بيان سير حنا الانسان في طبيعتنا حنا عندنا دي الطمع، نطمعوا بالك شويه خير، كل حاجه نطمعوا ملي باش تكون خير صح. وانا نقول بلي البنكي نهار يوم الداكي زاد مثلك حتى الاخر فرصه باش 30 مليون هذيك تولي احسن. مدها البارح، مدها لولو البارح. في بعض الاحيان يخطف، وعلاه يخطف؟ سا ديبون كيفاش هو يحس روحه مع السيد. انا كان تبعت الحصه منذ بدايتها شفت بلي كان معك بيان، دونك بالك حب يكملها معك بيان. نشكرو ما حبش في هاد لافير يخسرها،
مي مبروك عليك المبلغ تاع 30 مليون سنتيم، وهذا يعطي له الحاج طيب. كان طاح تدخل في عيط. ايه بقى ايه بقى هذيك هي ابعد كان اعطاك فرصه باش تعطي 100 مليون. مبروك عليك مبروك عليك صديقي، 30 مليون درهم مش يا عبدك تاع نفسي فوكو وي 30 مليون سنتيم بالعلبه تاعك، والعروض والذكاء تاع البنكي يعطاك عروض ما تصورش تدخل في مخك بالايفيكتيم، عندك مبلغ هايل. صح، والمبلغ تاعك هو 30 مليون سنتيم. نتلاقى بكم غدا ان شاء الله.